بسم الله الرحمن الرحيم. راح ناخذ ثغره اليوم جديده على التاب 3 مع مركز ملوك الهاردوير والمدرب محمد البرعاوي. طبعا هنا اذا احنا مش مدخلين كلمه السر هنلاقي كلمه التالي هنا، هتلاقوها ان هي شويه مش موجوده. تمام، هنتك الان التالي، هنلاحظ ان الهاتف مسكر جيميل. هنبدأ نيجي هنا هكذا ونضغط الاد، من الاد هنروح على اعدادات لوحة المفاتيح، ثم الثلاث نقاط، ثم حول لوحة المفاتيح، ثم هنروح على التراخيص مفتوحة المصدر ونعلم على اي كلمة. في بعض الطرق ممكن تعمل مشاركة عن طريق البريد، بس هاي طريقة شوية طويلة ولازم نحسب وتميل. تمام، لكن بحث على الويب هي افضل طريقة لإلي. تمام، وبنبدأ نروح نبحث على الكروم، ادي الكروم، بننزل برنامج كويك شورت كات ميكر، هيو احدث نسخة، اعاده التحميل، احدث نسخة، تنزيل، بيبدأ ينزل عندي، بنتكله اوكي، هيو بنروح هيك ونرجع ورا زي ما احنا شايفين، ونروح هنا بنضغط عربي لان هنا الداونلود اسمه التنزيلات، تنزيلات، بنحمل كويك شورت كات، تثبيت، قبول، هيجينا فتح او الغاء او اغلاق، هنضغط فتح. تمام، هنروح على جوجل اكاونت مانجر، هنروح على جوجل اكاونت مانجر اللي هي ادارة الحسابات، ادارة الحسابات جوجل، ادارة حسابات جوجل، اكتب اسم البريد وكلمة المرور محاولة، وبنروح على الثلاث نقاط هدول ونكتب التسجيل عبر او تسجيل الدخول من المتصفح، وهيك بنقدر نقول ان احنا خلصنا الجهاز. بنكتب اي جيميل احنا بدنا اياه، وليكن محمد دوت البرعاوي 1985، هنكتب هنا كلمة السر طبعا، بهيك بدأ يخش كارت تسجيل الدخول. تمام، هيك احنا خلصنا، بنرجع كله للخلف لغاية الواي فاي. تمام، عشان يبدأ يقرأ معي، لو عملنا هيك هيك هنلاقيها يرجع معنا للواي فاي مباشرة. هيو هنرجع رجع ورا ونيجي هيك، هنلاقي ان الجيميل مش موجود وتم تثبيت الايميل اللي احنا كتبناه. هيو حسابك الاول جاهز للاستخدام، وهنلاقي الايميل اللي انا دخلته هيبدا يظهر لي كبيانات اساسيه لاجهزه الامتكي وخاصه على التاب 3. طبعا هذه الطريقه ايضا ساعات بنعملها في بعض اجهزه السامسونج. هيو جار الاسترداد، لا هيك يعني الحساب أرى بنسبة 100% وفتح الهاتف وتخطينا حساب الجيميل. طبعا بننتظر حتى عملية الاسترداد. طبعا احنا هيك خلصنا الهاتف بطريقة صحيحة لفتح الاف ار بي لأجهزة الامتكي تطبيقا على التاب 3 710 اي. كنتم مع المدرب محمد البرعاوي من فلسطين، مركز ملوك الهاردوير.